بطل عنده أعداء في الجيرية ولا في العالم كامل، فهمتيني؟ أي بطل عنده أعداء به يوصل ويوصل لتم القمة وكلش راه لازم له أعداء، فهمتيني؟ أنا نستعرف بها شخصيا، مش يعني كحقت الإنجاز هذا تاعها وكلش حقت الحلم تاعها أو إنجاز تاع سنين، هذا تكون يعني شامبيون تاع حاجة كيما هكا، سي إنجاز تاع سنين يعني كحقت الحاجة تاعها دي، سي برافو يعني. ربي شوف أنا نقولها، ربي زين أيامك، زينتي وجوهنا في دون لو موند، طلعتي بمقام الدرابو، حنا كي نشوف اشاك فوا لو درابو سي سا لا بوتي، هذيك هي لا بوتي. دونك فام tu resteras femme, lutteuse, combatteuse, coup de poing, coup de sourire. L'essentiel, elle a gagné. Le plus important, la victoire. بالنسبة للبطلة تاعنا إيمان خليف، راكي شرفتينا ومبروك عليك وللأمام، وحنا رانا معاك، ما تسمعيش للدعايات المغرضة، راكي شرفتي الجزائر ومبروك عليك، ومبروك علينا الميداليه ان شاء الله. حمله اللي دارت ضد ايمان خليف تعتبر حمله مجانيه، وانا من هذا المنبر لكن تسمع فيا ايمان خليف كمل على هذا المليون ان شاء الله ذهبيه، وتحيه الجزائر وربي يوفق لها ان شاء الله والعقوبه ان شاء الله ميداليه ذهبيه، ونقول لها بون كوراج ويعطيها الصحه ان شاء الله وتشرف الجزائر. ايمان خليف راك اسم على مسمى، ايمان جاي من قوه الايمان، ورانا عندنا ناملو باش تكون ان شاء الله ايمان تاعك قوي وتوصلي وتعلي رايه الجزائر في هذه المناسبه في العلالي ان شاء الله. ونقول لك الى الامام وحنا وراك كل من الكبير للصغير. لا حمله ما عجبتناش وحمله مش في بلاصتها، باسكو حنا ايمان خليف بنت بالجزائر وبنت عائله وامراه شريفه، واي كان شيء راه كاين ناس راه مسؤولين وكاين ناس راه تشوف وراه كاين ناس تسويفي، وحنا رانا ايمان خليف رانا واقفين معها، وراه جابت ديمي فينال وان شاء الله الفينال وميداي جولد ان شاء الله، وبالتوفيق لبنت الجزائر.